الكسترو أو ما يعرف عنه بالغراب. يعيش بين نخيل الزهرون وينتقل بين أماكن الزنديانيين، يتغذى على الرابورات التونسيين وخاصة حيوان الجي جي اي علاو الكسترو جيبهم الزيت بزوز، ويتمتع بصداقة حميمة مع صديقه علاء. واليوم سوف نعرض عليكم كيفية عيشه وزقزقاته المخيفة بين أذني الشعب التونسي. Yo what up bros, it's Shade here and welcome to another video. نعرف اللي بديت عليكم وعندي برشا ما هبتش فيديو، اما اعذروني. كنت لين جيت في ماي ميوزك ستيريو اللي باي ذا واي حليته ليا شهر ونص، مازلت ما كملتوش الكل، اما قلت قايد مش واحد يهبط ابيزود جديد. ان شاء الله ما نعاودش نعمل ريتر هكا، خاطر بالرسمي ما عندكم حتى فكره قد ايه نعمل جو كي نهبط فيديو يعجب الناس ويسلمي منكم كلام حلو ياسر. سو يا كيما شفتوا من التايرل، الابيزود تاع اليوم باش تكون على محمد مرواني اي كي الكاسترو اي كي الغراب اي كي مولا الباش. للي ما يعرفوش الكاسترو خرج من الزهروني، وهذاك علاش في كل غنية يقول الزهروني من بعض أساطير. إيكو عامل كارير مزيان في تونس وخارجها، خدم برشا ألبومز وميكس تيبس، والحاجة اللي كان معروف بها إنه يعمل تراكس طويل برشا، يعني عادي هابط سونغ فيها 20 دقيقة يا فريستايلي كيما ريسيت لوفران بار إكزومبل. أونستلي كنت مغروم به برشا قبل، أما ملي بدل السين نتاعو ما عادش مغروم به برشا، مي مازلت نسمعو ساعات. وعلى ذكر الموضوع هذايا بربي خنحلو قوس صغير، برشا عبيد ما تعجبهمش كيف أي رابور يبدل ستيلو ولا يولي يعمل حاجة كوميرسيال ينجم يدخل منها فلوس. صاحبي ليا يلبس بالروز ويغني باللوتوتيون بالرسمي صاحبي، ما تجيش الزين ما تجيش صعيب. اول حاجه اتس اوكي كان اي واحد يجرب اذر ستايلز ويشوف روحه في حاجات اخرين، وثاني حاجه ما نجموش نلوموه على خاطر خدم برشا موسيقى اندر جراوند ديجا تعرف بها، ونتصور حاجه عاديه كي يخدم موسيقى كوميرسيال ويدخل منها فلوس. ما عندناش علاش باش نتقلقوا ولا نسبوه، خاطر از ان ارتست باش توصل نيفو معين تولي تخمم تدخل فلوس من الموسيقى، كوز افتر اول هذاك غرامك وحياتك بيست على الحاجه اللي تعمل فيها. من اول ما بديت نعمل فيديوهات في الشين العباد ديما يطلبوا مني نعمل فيديو على الكاسترو، وخاصه ذي منشن كاسترو القديم. ما نعرفش علاش، ممكن يعجبهم كاسترو القديم ممكن. سو يا التراك نتاع اليوم باش يكون بالستايل نتاع كاسترو القديم. اي شنو معناه؟ يعني حاجه دارك والليركس في الصحيح، والبيت باش يكون دارك وكايند اوف سلو. سو ليتس ستارت كوكين ذا تراك. بوز وقف ثم، كانك انتريستد بالاغنيه اللي نعمل فيها مع الرابوريت برا اعمل سبسكرايب في السكند شانل نتاعي، خاطر غادي وين تلقى تراك وحده وكيكه تنجم تسمعه. يا انجوي. في التراك بتاع اليوم حبيت نعمل سويتش، يعني البيت باش يكون مقسم على دو بارتي، البارت الاولى باش تكون دار كل بارت الثانيه باش تكون العكس. بالنسبه للميلودي نتاع البيت الاول استعمل سامبل من باك لقيته على اليوتيوب، خذيته كيما هو وبدلت فيه شويه حاجات كان هكا. بدلت في البيتش مرتين، حطيت الهاي بيتش على الليفت واللو بيتش على الرايت، وكان حطهم ثلاثه مع بعضهم يخرجوا هكا. حاجة سامبل وفيكاس. بالنسبة للإفكتس كيف حاجة سامبل، عملت EQ طيحت شوية في الهارش فريكونسيز وزدت شوية في الهاي اند، عملت ريفيرب وخليت الصوت يكون بيجر بستيريو شايبر والاس وان إيميجر. بالنسبة للدرامز كيف ما عملتش حاجة كبيرة، استعملت ذيس هاي هات ذيس سنير ذيس كيك اوبن هات اند ذيس 808، وفي الاخر زدت زوز كراشيت، واحدة ريفرسيتها وثانية خليتها عادية، والمغزى منهم الزوز انهم يعملوا مور باونس في البيت. كنحطوا الساوندز كل ما بعضهم يخرجوا هكا. سو يا خليكم تسمعوا اكستريم البيت الاولاني. بالنسبة للبيت الثاني كيف خليت كل شيء سامبل، استعملت another sample كيف لقيته على اليوتيوب، عملت sampling متاعي واخرج هك. بالنسبة للدرام استعملت نفس الدرام ساوند، مي خففت في برشا حاجات، مثلا نحيت لير ويت والكراشز اكسترا، يعني خليت كان الكيك والسنير والهاي هات والاوبن هات، وكان حطوا كل شيء مع بعضه يخرج هك.
بالنسبة للليريكال كونتنت بوز وقف ثم. كان عجبتك الخدمة متاعي وتحب تعاوني ما تنساش تمشي تعمل سبسكرايب وتنزل عنا قوز باش يوصلك اي فيديو جديد. اعمل كومنت كان تحب تعطي رايك في الخدمة. شير الفيديو مع اصحابك and follow me على الانستغرام. ميرسي. الاولد فيرجن نتاع الكاسترو ولا الكاسترو القديم بيست على اغلب مواضيع الرابرز في الوقت هذا كيما نقد السيستم وحكاية وضع البلاد وعيش لحوم اكسيتيرا. مي من اكثر الحاجات الديفرنت في الكاسترو هيز ايه يعني قولوا احنا باللغه التونسيه ضربوا في روحه شويه اللي ما نراهاش حاجه خايبه على الاخر الحق. هذاك علاش ما تنجمش تلقى غنيه من غنياته ما يشكرش في روحه ولا يقول لي هو الستوري ولا الكينج. بالنسبه للفلو سهل برش ماذا بك تكون ميت باللعبه ولا ميت بالنوم. اتس ريلي اب تو يو مان. حاول تكون تشيل على الاخر في صوتك حتى القام تكون دارك هكا تكون بيسي مثلا في بلاست ما تغني هكا منيك ما تعني لي لازمك تغني هكا معناها منيك ما تعني لي. المهم وصلت لكم الفكره. سو شباب من غير ما نزيد نطول عليكم نخليكم تسمعوا الفول تراك. منيك ما تعني لي من غير ما تحكي لي وحدي جبت ستيلينك لي لوش في تعطي لي فيك مسخ كي تحلي لي خرب في زوك شيلي ما زهروني مش مشيلي وما غنيش التيلي الليري زكزك بيك الهوندا ما تهبش يزب البلوندا تحب تلعب هالزب بخردة توب كيما بوبش مردة تدخل مخي تحس الغربة ناكل لك عشاك عشيتو كان اخلط عشربة افكاري تهزك الخربة معايا الحاكم شلو وجهو كيف رتلو حط معايا نشلو ونخريه وما نغسلو نكوب مشتالين تحلو مكف نزوكم وفي باش قولي انتي وينك وقت الديرو مع 17 تر الحومة في الانعاش كل ميت كل عاش تحبوا لعبة ما نبتاش تحب موسيقى ما نبتاش تحب تفريكة ما نبتاش جابت عليكم الساش مقارن روحي بنسان انا وحدي مولا الباش كي تشوت الكورة قمر نعيشو في سيستيمني كم بالكف كي تتخمر برا بعيد سمر انا مش لي لنا لهي نخدمو عمرك ما تقول لي جال لنا جيبو منا خلي يستقر خلي يجيب عشيه منا منا فينا قحب ولا منا فينا ما قاسينا خدمة جملة ما قاسينا ما استنينا اعانات جبناها بعرق جبينا نعطيك من شهيك للنفكار كشيطان جينا في سوق الغربة وصل حاكم التحان ربي سعيب عليكم هوني نهب لكبيران كل دقيقة ننسى اللي نعمل فيها غرام انتي كل مذام اللي جاوب لي سألوه اني كوك بلام لنا وجوه اختفوه يربي اختفوه بلاستو ماهيش لنا سربي في موسيقى عفتي كيف في سلعة حنا خنقة زيد عرق كروايح وفلوس تتفك شباب العرق مش بالوابنا ما ضفك زهروني ديما المنبع لخلص شويت ام سواق فلوس تك تك لعبة تتسربة فعرك ربي كيس احكي ما تربي يبعدوا على الزبي يبو تقاسيم ولا الفين المتخبين ديما حامد ربي عارف المتخبي قولي كي سبيت نشبك ديما عايش متخبي ولا الزبي بابا والبارح وين تزلز بقي جرب في السبين وبقي ترمتهم وتخلص ولا الزبي بابا والبارح وين تزلز بقي جرب في السبين وبقي ترمتهم وتخلص ولا الزبي بابا والبارح وين تزلز بقي جرب في السبين وبقي ترمتهم وتخلص ولا الزبي بابا والبارح وين تزلز بقي جرب في السبين وبقي ترمتهم وتخلص